هل هناك كائنات فضائية على كوكب الأرض؟ سؤال طرحه الكثير من العلماء من جهة وأصحاب نظريات المؤامرة من جهة أخرى. لم يجب أحد عن السؤال، فانفتح باب للتكهنات والمعلومات غير المؤكدة. آخرها كانت على هيئة فيديو متداول بشكل واسع عبر السوشيال ميديا، سجل أثناء احتفالات بريطانيا بمرور 7 عقود على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش. ولكن الفيديو المتداول ترك الاحتفالات وركز مع الطبق الطائر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترى من خلاله طائرات حربية تحلق في السماء وتحتفل باليوبيل البلاتيني عبر إطلاق أدخنة بألوان علم بريطانيا. ولكن خلال ذلك ظهر جسم طائر مشع يسير بسرعة كبيرة بمحاذاة الطائرات قبل أن يغير مساره وسرعته. بينما تنقل آلاف من أصحاب نظريات المؤامرة أن ما رأوه هو مركبة فضائية، رفض الكثيرون هذه الادعاءات وخمنوا أنه على الأغلب طائر أو طائرة درون. سنقرأ بعض التعليقات التي وردت على هذا الفيديو والذي حاز على ملايين التعليقات، ونبدأ من عمرو الذي قال: لا كائن فضائي ولا حتى درون، هذا فوتوشوب وفوتوشوب رخيص كمان. فيصل كان له تغريدة قال فيها: سواليف أجانب يبونك تآمن بنظريات المؤامرة غصب. نختم بتغريدة عثمان: وجود مخلوقات غيرنا في الكون هو شيء محتمل ومرعب، لكن أنها تظهر بهذا الشكل وسط طائرات حربية بدون ما حد يعمل شيء، ما هو إلا هذيان يعني.